حول الموضوع ينضم لنا من العاصمة الإماراتية أبو ظبي السيد محمد أبو عساكر، المتحدث الإعلامي في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. سيد محمد مساء الخير، أهلا بك معنا. أزمة الأقلية روهينجا والفارين الذين فروا من ما يعانون منه يعني صارت كبيرة جدا، عدد الفارين من الروهينجا فاق توقعات حتى ربما الأمم المتحدة. الأعداد الأخيرة بداية، هل لديكم إحصائيات عن أعداد الذين فروا إلى حد الآن، أرقام دقيقة؟ نعم خديجة، ما وصل من اللاجئين من الروهينجا إلى جنوب بنغلاديش إلى حتى الآن ما يزيد عن 313 ألف، منهم 70 ألف يعيشون في مخيمي كيوتو بالونغ ونيابارا. هذين المخيمين قد ازدحما بالكامل وفاق الطاقة الاستيعابية لهما، مما دفع المفوضين لاتخاذ إجراءات عاجلة جدا بإرسال مزيدا من الخيام، وهذا ما حصل بالأمس من إرسال طائرة محملة بأكثر من 17 ألف من الخيام تكفي ل 25 ألف من اللاجئين. هذه الطائرة تم دعمها من قبل سمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي حفظه الله. هذه كانت مساهمة كبيرة جدا لكي نوصل هذه الخيام، لأن التحدي الأكبر الذي يواجه اللاجئين الآن هو أن لا يوجد أماكن تأويهم يوفر لهم الدفء والحماية. فتحت الأماكن العامة واستقبلت العائلات في بنغلاديش، استضافت الكثير من هؤلاء اللاجئين، ولكن هم بحاجة إلى أن يكون هناك مأوى منتظم ونظامي. كذلك المفوضية أرسلت طائرة أخرى بالأمس تحمل على متنها 91 طن من المساعدات الإغاثية اللازمة لتوفير الدعم لهؤلاء الأشخاص. مع هذه المساعدات التي تم إرسالها إلى حد الآن، يعني ما حجم ربما الحاجة التي لا يزال هؤلاء الفارون بحاجة إليها واللاجئون الآن في بنغلاديش في المخيمات؟ ربما الخطط التي وضعتموها أو حتى ربما مناشداتكم لكي يتم فعلا استيعاب هؤلاء وتقديم المساعدات لهم؟ هذه الأزمة أزمة إنسانية حديثة بدأت في 25 من شهر أغسطس الماضي، والأعداد ما زالت تتوافد وتتضاعف يوما بعد يوم طالما استمرت أعمال العنف في داخل إقليم راكين. المشكلة الكبيرة أن الأشخاص الذين يصلون أفادوا يعني أفادونا حسب شهاداتهم وإفاداتهم أنهم هربوا إلى الأدغال والجبال من الموت. هم قالوا أن هناك قرى تحرق وناس وأجساد تحرق وهناك عمليات قتل جماعية لكثير من الأشخاص. تخيل أن هناك يعني حوامل، تخيل هناك أطفال رضع وأطفال حديثي الولادة، يجبر هؤلاء الأشخاص معظمهم النساء والأطفال يجبروا على السير على أقدامهم ليلا ونهارا بين الجبال والأدغال وصولا للحدود مع بنغلاديش حتى يصلوا إلى داخل الحدود. هم يصلوا متعبين ومنهكين تماما، ليس لديهم شيء سوى أنهم بحاجة إلى المأكل والمشرب والحماية والمأوى بشكل أساسي. هؤلاء الأشخاص تقطعت بهم السبل ولا نعرف إلى أي مدى من هذه الأزمة، ولكن نحن نعمل كل ما بوسعنا بالتنسيق مع الجهات والسلطات على الأرض لكي نوفر لهم كل الدعم الذي يحتاجونه. شكرا جزيلا لك الأستاذ محمد أبو عساكر، المتحدث الإعلامي في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، كنت معنا عبر الهاتف مباشرة من العاصمة الإماراتية أبو ظبي.